السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوف معكم واحد التمهيد لي ديفلوبمون ليميت، التفكيكات المنتهية، انتروديكسيون و ديفلوبمون ليميت. اذا قبل ما نبداو غادي نعطيكم بعض لي زاستيس. هادو سو سون دي زاستيس تري امبورطون، مهمين جدا جدا. إذن هاد لي زاسكيس هادو من جبناهم من الكور، كما قلت سابقا انا ما كنعطيش هنايا دي كور، يعني دي كور كوم فو لي فيت اون كلاس. هذا سو سون غير دي زاسكيس، غير العيبات كما يقال، باش جبناهم من الخصائص المدروسة، الدرس المتعلق بالدوال المتكافئة والدوال المهملة، لي فونكسيون ايكيفالونت اي لي فونكسيون نيجليجابل. اذا هادو سبعة لي زاستيس مهمين جدا. هادو كيطبقوا على لي فونكسيون وكذلك حتى على لي سويت، يعني هنايا اف اي جي سون دي فونكسيون، ولا بغيتي تتكلم على لي سويت غتقول يو ان اي جي ان سو سون دو سويت. يعني ما يقال على لي فونكسيون يقال كذلك، هادو كذلك صالحين بالنسبة لي سويت. هذا مهم جدا. إذا لاستيس الأول أو العيبة الأولى وهي أن نيجليجابل دوفون إف بلوس أن نوتر نيجليجابل دوفون إف، يعني هادو راه ماشي بحال بحال، هنا هذا راه نيجليجابل دوفون إف وهذا ست نوتر نيجليجابل دوفون إف دوفون لا فونكسيون إف. ملي كنجمعهم كيعطيوني أن نوتر نيجليجابل devant la même fonction f. Idenena, retenez bien, petit o de f plus un autre petit o de f, qui a un autre troisième petit o de f. Vous allez que tu vas me dire bien, ces sont différents. C'est un négligeable devant f, ou c'est un autre négligeable devant f, ou c'est un autre négligeable, un troisième négligeable devant f. Nisbel jamais, nisbel tah. جمع دو نيجليجابل دوفون اف كيعطوك ان نيجليجابل دوفون اف، طرح دو نيجليجابل دوفون اف كيعطوك ان اوتر نيجليجابل دوفون اف. تروازيام استيس، الا كان عندنا واحد لو نيجليجابل وضربناه في السي، السي عدد حقيقي كيفما يكون، كنحصلو على ان اوتر نيجليجابل دوفون اف. ثم رابعا، الا كان عندنا ان نيجليجابل دوفون دي فوا اف، دي عدد غير منعدم، كيعطينا ان نيجليجابل دوفون اف بلا ما يكون هنا هذاك الدي. يعني الا كان عندك مثلا بيتي او دو اكس كاري سور دو باغ اكزومبل، ان بيتي او دو اكس كاري سور دو، الوغ ان دومي يمكن لك تحيدو وتقول ايتيغال ا بيتي او دو اكس كاري تو سامبلومون، لان ان دومي سي ان نومبر ديفيرون دو زيرو، كما نرى في واحد المثال من بعد. كذلك سينكيام استيس، اف خاصها تكون بوزيتيف، انا غنقول لكم لماذا، والفا يكون ستريكتومون بوزيتيف حتى هو. اذا ان نيجليجابل دوفون اف على بويسونس الفا ايتيغال، هاد الفا دخلها هنا وكتب تساوي ان نيجليجابل دوفون اف على بويسونس الفا. علاش خدينا هنا اف بوزيتيف؟ ربما تاخذ الفا يساوي ان دومي باغ اكزومبل وتعطيك لا غاسين كاري، ولا غاسين كاري دوموند كو اف سوا بوزيتيف. هذا غير وضحنا علاش خدينا اف بوزيتيف هنا، والفا ضروري خص يكون ستريكتومون بوزيتيف موجب قطعا. سيزيام استيس، لو برودوي مانتون جداء ان نيجليجابل دوفون اف مضروب في ان نيجليجابل دوفون اون اوتر فونكسيون، ميسي لا ميم فونكسيون، ريغاردي هنا اف و هنا جي، كيعطينا ان نيجليجابل دوفون البرودوي ديالهم، يعني دخل اف و جي دخلهم هنا بداخل القوس وكتب بيتي او دو اف. و لو ديرني استيس، لو سيتيام استيس، يعني المقلوب ديال واحد الدالة كيكون نيجليجابل دوفون المقلوب ديال نيجليجابل ديالها. يعني لاحظوا 1 سور اف ايتيغال بيتي او دو 1 سور بيتي او دو اف. هادو سو سون دي استيس يعني اللي جبناهم من الكور.
اذا غناخذو دابا هنايا غيبان لينا الاهميه ديال هاد لي زاستيس في هاد المثال هذا. اذا غنبداو بالمثال الاول وهو كنعرفوا ان قبل ما نبدا غنذكر ب واحد خاصيه مهمه جدا شفناها قبل وهي اف ايت ايكيفالونت او فوازيناج دو ا. هنا عندي صفر ا عندي هنا ا هو صفر يعني هنا راه كنتكلموا بصفه عامه وهنا راه بصفه خاصه صفر. اذا اف ايت ايكيفالونت او فوازيناج دو ا ا جي ا جي ايكيفو يعني يمكن لك تمشي بها في لي دو سونس ايكيفو ا اف خديتي مثلا اف ونقصتي منها جي لو غوترونشي هو هذا هذه هي اللي نقصنا تساوي او فوازيناج دو زيرو ولا تساوي هنا ما بقاتش ايكيفال ا بيتي او دو هذيك لا فونكسيون اللي طرحنا جي. ردوا البال يعني المطروح هو اللي كيتكتب بين قوسين و ايكيفالون كذلك حتى الى خديت جي مثلا بغيت ناخذ جي يعني على حساب داكشي اللي باغي انا جي نقص منها اف اي تيغال او فوازيناج دو زيرو لا غوترونش اللي نقصنا راه هي اف اذا بوتي او دو هادي خاصيتها هي تكلمت عليها اثناء دراسة لي زيكيفالون اي لي نيجليجابل. اذا غادي نطبقوها هنا هنايا لا فونكسيون اف عندي انا راه هي هادي ولا فونكسيون جي هي هادي. اذا غادي نعمل دابا يكافئ بغيتي تمشي بلامبليكاسيون سير بغيتي تمشي في التكافؤ سير. اذا اف هي ان موان كوسينوس اكس موان جي هي اكس كاري سيغ دو ايت ايغال ولا عندي ايغال او فوازيناج دو زيرو ا بوتي او ديال هاديك اللي طرحت لا فونكسيون اللي طرحت وهي اكس كاري سيغ دو. اذا دابا ولات عندي ايغاليتي ايغاليتي ولات عندي هنا عندي الحق نحول من طرف لطرف كيما بغيت على حساب داكشي اللي بغيت انا. اذا غادي نمشيو دابا ملي كيكونوا عندي ليكيفالونس ما عنديش الحق نحول من طرف لطرف هنا عندي ايغاليتي الوغ سي جي اون ايغاليتي متساويه اذا يمكن لي نحول من طرف لطرف كيما بغيت. اذا اش غادي نعمل دابا سولا ايكيفو ادير كو اذا غادي نخلي هاد موان كوسينوس اكس في الطرف الاول موان كوسينوس اكس وغنمشي نحول الى الطرف الثاني. اذا اش غتولي عندي غتولي عندي موان زان هاد ان غتمشي للطرف الثاني غتولي موان زان وهاد موان اكس كاري سيغ دو غتمشي للطرف الثاني غتصبح بلوس اكس كاري سيغ دو وهادي راه باقا في بلاصتها بلوس ان بوتي او دو اكس كاري سيغ دو ولا كنقول يعني نقول بلوس ان بوتي او دو اكس كاري سيغ دو ولا غنقول بلوس ان نيجليجابل بلوس ان نيجليجابل بلوس ان نيجليجابل دوفون اكس كاري سيغ دو. ثم ceci équivaut à dire que alors puisque c'est une égalité عندي الحق نضرب في عدد غير منعادي اذا موانز ان غير منعادي موانز ان انونيل دونك غنضرب الطرف الاول ديال المتساوي في ناقص واحد والطرف الثاني كله في ناقص واحد. اذا اش غيصبح عندي غيصبح عندي كوسينوس اكس ايتيغال au voisinage de 0 moins 1 fois moins 1 ça fait 1 ou on aura tous les moins x carré sur 2 ou on aura moins petit o de x carré sur 2. Alors ici vous allez demander où sont
où est l'application des astuces باقي ما بديتش كنطبق فيهم هنا طبقت غير هذه الخاصيات اللي كتحول ليا ان ايكيفالون كتحولوا ليا ليساوي اذا الان غندوزو لي زاستيس اذا هنا شنو عندي هنا لاحظوا معايا هنا عندي موان موانزان موانزان اذا غادي نمشي نشوف لو لاستيس كوريسبوند هو لو نيميرو 3 هذا سي ايغال موانزان quel que soit C appartenant à R. Ici, C est égal à moins 1. Donc, had le moins 1, had a, on peut trouver le khadar comme un rhum de cour qui les astuces. Moins, donne moins 1. Moins c'est moins 1. Moins 1 multiplié par petit o de x carré sur 2. Et donc, même si on a un dit, on a un dit, on a un dit, هو سي مضروب في ان نيجليجابل دوفون واحد لا فونكسيون اف صافي كنحيدو كنزولو وكندير عاد بليس هنا كنزولو هو كامل كاع صافي وكنخليها هنايا هكذا اذا اش غيصبع عندي دابغي لاستيس نيميرو استيس كاين نيميرو نيميرو 3 استيس نكتب هنا astuce numéro 3 et then h qui a atteint cosinus x est égal au voisinage de 0 à 1 moins x carré sur 2 plus un négligeable devant x carré sur 2. Bon, maintenant, had x carré sur 2, reddu le bel, hena kifach ghanktbha, ghanktbha hakda. X carré sur 2, c'est 1 demi, c'est 1 demi, ghanchouf l'astuce li ghadi n3mel, wawa katbou bel sfar. 1 demi, hiya. X carré sur 2, c'est 1 demi fois x carré. Idem, petit o, 4, l'astuce numéro 4, elle a. Petit o de 1 demi dans notre cas, d c'est 1 demi, et 1 demi il est non nul, redoublé n1, parce qu'il n'y a pas de charte. Donc, ça fait 1 demi, il y a résolu. غيتعوض غير ب 0 f بيتي او دو f دونك جيكري سولا ايكيفو دابري لاستيس كيل استيس كيل سون نيميرو سي لو نيميرو 4 دابري لاستيس نيميرو 4 دونك j'obtiens équivalent à cosinus x égal au voisinage de 0 à 1 moins x carré sur 2 plus un petit o de x carré. Et voilà le résultat final de notre démonstration. إذن دابا غادي نجيو هنا نجيو غنشوفو بعض الملاحظات اللي غنولو نستعملوها فيما بعد. إذن لاحظوا معايا هاد المتساوية اللي تحصلت عليها كوسينوس إكس إيكال أو فوازيناج دو زيرو أ أن موان x carré sur 2 plus un petit o de x carré. Had l'écriture a dit que cette égalité s'appelle cette
égalité s'appelle la limite. Je vais vous donner un cours ici à l'arrière. Des astuces, yani le cours là qui parle de la chassaïsme, des remarques, etc. etc. s'appelle le développement un seul L de le développement, pardon, limité de la fonction qui a x associé cos x au voisinage, fin au voisinage que nous avons de 0, au voisinage de 0 à, on va dire là, on a le mustalah à khorjlid, à l'ordre la puissance li adna, l'ordre ou ada ou ada la puissance li kainana hadi ou ada al bhad 2 à l'ordre de, s'appelle le développement limité de cosinus x de la fonction cos qui a x associé cosinus x au voisinage de 0 à l'ordre de. Alors, maintenant remarquez bien que le développement limité, remarquez bien que le développement limité est constitué par deux parties. Je choisis la couleur ici. Et que من هذا الجزء هذا اللي كندور عليه باللون الاخضر سوسي سي كوا شوفوا لا فورم ديالو هذا سي ان بولينوم بولينوم دو دوغري دو بولينوم دو دوغري داك لو دوغري اللي ذكرنا في لوردر دو دوغري دو وكيتكون من هاد لا بارتي هادي اللي هي عباره عن ان نيجليجابل كتسمى لو ريست دي ديفلوبمون بيان سور دي ديفلوبمون ليميتي. اذا لاحظوا ديفلوبمون ليميتي ديال chez fonction, une fonction au voisinage d'un point quelconque A, ici dans notre cas c'est 0, qui est comme un polynôme, ou la deuxième partie, un reste, le wa'ibara, une fonction négligeable. Iden, hakda, akoun, qad, a'tayt, bad, al-ma'loumat, haoul, le développement limité, ce n'est qu'une introduction au développement limité. باش نرفعوا هاد اللبس او هاد الصعوبه اللي كتواجه بعض التلاميذ في هاد المفهوم هذا. اذا هكذا انهيت هذا المثال. اذا في مثال اخر ساتكلم على بعض المفردات او بعض المصطلحات الاخرى الجديده. قبل ما نكمل هادي هاد البولينوم هذا لو بولينوم هذا كيتسمى لا بارتي برينسيبال هذا كيتسمى لا بارتي برينسيبال دي ديفلوبمون ليميت وهذا كيتسمى لو ريست. اذا الى اللقاء في حصه اخرى بحول الله. ولكن لا تبخلوا بالمشاركه في القناه تفعيل جرس التنبيه وابداء الاعجاب او حتى غير الاعجاب حتى هو نقبلو وكنتظر لي كومونتير لان لي كومونتير ديالكم او ديال البعض اللي كنشوفها كنشاهد ان بعض لي كومونتير كيشجعوا على
المواصلة. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذه الحصة. إلى اللقاء.